في حال رحيل مصطفى محمد. طبعا توابع المشاكل اللي حاصلة ودوت، يمكن الموضوع الثالث اللي احنا لابد ان احنا هنتكلم فيه بشكل مستفيض، طبعا توابع الازمات اللي حاصلة على مستوى العمال في نادي الزمالك، الكواليس اللي حاصلة ايه في الفترة ديت وفي النهاردة والكلام ده كله، انا هقول لحضراتكم عليها دلوقتي حالا. عدد كبير من الموظفين في الادارات تم ايقافهم. نادي الزمالك في الموظفين، مشكلة الموظفين ومشكلة العمال في نادي الزمالك وصلت للايه؟ للنقطة اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي. عدد كبير جدا من في ادارات بالكامل اتوقفت، يعني زي الخدمات المعاونة، زي المخازن، زي المتابعة، دول 3 ادارات تم ايقاف عدد كبير من الموظفين اللي موجودين. ده رقم 1. رقم 2، وده الجزء اللي واجع قوي ناس كتير، ان العمال راحوا قبضوا شهر من الشهرين اللي موجودين، يعني شهر من الشهرين اللي ايه اللي موجودين. فنتزق العمال ليهم شهرين، في شهر اتقبض وفي شهر ايه ما اتقبضش. قبضوا شهر والشهر دوت مخصوم منه 1000 جنيه، قبضوا شهر والشهر دوت مخصوم منه ايه 1000 جنيه. فبالتالي في عدد من الـ العمال والموظفين ابتدوا يلموا بطايق بعض ويجمعوا التوقيعات من بعض علشان خاطر يعملوا ايه؟ يروحوا يقدموا بيها شكوى لمدير مديرية الشباب والرياضة اللي انا اتكلمت عليه امبارح، الاستاذ احمد الوكيل، خاصة ان هناك بعض الاقاويل اللي بتتقال تمام ان الالف جنيه ديت لائحيا، ومكتب العمل يقول لك لا مش من حق رئيس الجمعية العمومية ان هو يخصمه، مش منه كده، مش من نفسه كده، اوكي ولا مش اوكي؟ فلابد من ان الناس تبقى عارفة الامر دوت بشكل ايه، بشكل جيد. يبقى اذا ادارات كاملة توقفت، وبالاسم اهو، المخازن، المتابعة، الخدمات، المعاولة، عدد كبير، عصام كريم بيقول لي زول، طبعا عدد كبير منهم، اوكي، ايقاف، والخصومات طبعا زي ما انت عاوز، والناس اللي قبضت شهر من الشهرين اللي متأخرين لهم اليوم يناير وفبراير، قبض شهر ومخصوم منه الايه؟ ال1000 جنيه. فكان رد الفعل هو دوت اللي هيبقى موجود على مدار الفتره اللي ايه؟ القادمه. الناس هتاخد طرقها القانونيه ومذكره تروح لمدير مديريه الشباب والرياضه بالاجراءات اللي بيعملها رئيس الجمعيه العموميه لنادي الزمالك ضد الايه؟ الكلام اللي بيتعمل. الصبح لو انت موظف في نادي الزمالك وداخل على الباب، بيتم معاك حاجتين، بتتفتش تفتيش محترم ويتكشف عليك، والله لازم بقول لكم كده، كشف على الكرنيه اللي معاك، هتتفتش ويتكشف على الايه؟ على الكرنيه اللي معاك، هل انت من المغضوب عليهم ولا من المرضي عنهم؟ فتشني فتش بالظبط كده. تخش كده وانت داخل تفتيش على اعلى مستوى، ده رقم 1. رقم 2، كرنيهك فين يا حبيبي؟ تعالى تخش كده، دول من مين؟ مغضوب عليهم؟ اللي بيتكلموا اللي بيطلبوا حقهم؟ تخش كلمته وفتحت بقك ولا اتصورت ولا خدت لك لقطه وبتاع ان انت بتقبض، ان انت عاوز مرتبك، عايز مرتبك اللي انت بتشتغل عليه؟ لا لا لا، تخشش طالما اتكلمت وتجرأت على الذات العليا
ان انت بتطلب ايه؟ بتطلب حقك من الفرعون اللي موجود حاليا بيحكم وبيتحكم في المقادير، وفاكر ان هو يقدر يتحكم في ارزاق الناس، ويعتقد ان هو اللي بيرزق. فاكر كده، وفاكر ان عشان الحته دي بتوجع عدد كبير جدا من الغلابه فهو بيدوس عليهم منها، خاصه وان المعلومات اللي عندي ان في فلوس كتير دخلت نادي الزمالك في ال 48 ساعه اللي فاتوا دول، على راسها المليون دولار بتوع الاتحاد الافريقي اللي خدهم تقريبا كاش، بالاضافه لعدد كبير جدا نجحت السيده المحترمه سهير المدير المالي ان هي تلمها من المحلات والبوتيكات اللي موجوده في الـ في الـ في الـ على في النادي يعني. ففي فلوس يعني، في فلوس دخلت نادي الزمالك ال 48 ساعه اللي فاتوا دول، واللعيبه راح لها انباء عن هذا الكلام، ان بعد ما يرجعوا ان شاء الله باذن الله فائزين منتصرين من تونس هيتم تصفية اغلب المديونية او اغلب مستحقات اللعيبة. في ناس تانية بقى جوه العمال في نادي الزمالك مش موافقين على هذا الكلام، كرامتهم وجعاهم، قدموا استقالاتهم. في كم كبير برضو من الاستقالات، في كم كبير برضو من الاستقالات اللي موجودة جوه نادي الزمالك. الموقف بقى سهير الشاعر بالظبط كده عصام، الله يكرمك يا عص، انت تيجي تشتغل معانا في الاعداد بقى، عمال تلحقني كل كده ما انسى اسمه ولا حاجه، عصام كريم، تسلم يا عص. السيده سهير الشاعر المدير المالي، الامن اللي موجود واللي متابع الموقف، سواء الامن اللي موجود بره النادي او الناس اللي متابعه الموقف، قلبا وقالبا مع العمال، قلبا وقالبا مع حقوقهم، قلبا وقالبا مع الغلابة. وده موقف يشكروا عليه بصراحة يعني، الواحد برضو يحب يدي كل الواحد حقه. طبعا انا مش طرف في القصة يعني، انا لا عامل ولا لي قبض ولا 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 يعني 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 لما هشيد بدور الامن النهاردة في ان هو واقف جنب الناس دي، واقف جنب المجموعة الكبيرة دي اللي ما اجنتش حاجة الا انهم بيطلبوا حقهم، فده موقف يشكروا عليه. ما وقفوش جنب شخص فرد ظن امن تيقن انه قد يكون في يوم من الايام متحكما في ارزاق ايه؟ عباد الله بالباطل. فلذلك الموقف دوت من الامن محترم، ومحترم جدا جدا جدا. رامي محسن، لا ده هو مش فاكر، ده هو متاكد من كده يا رامي. للمره الثالثه او الرابعه بيتم نقل الفندق بتاع بعثه نادي الزمالك من مكان لمكان في تونس. بيتم نقل الفندق من مكان لمكان في تونس. دلوقتي في سؤالين بيطرحوا نفسهم من ضمن الاسئله يعني اللي انا بقعد اسالها ومحدش بيجاوبني عليها الا انتوا. فالمره دي انا هسال وانتوا اللي هتجاوبوا، لان هي القضيه بقت كده خلاص، يعني انا بسال وانتوا تجاوبوا. وهم في موال تاني ولا في دماغهم حاجه. ولا في دماغهم حاجه خالص. النهارده الاستاذ هاني زايد المحترم ومعاه الاستاذ ايمن حافظ المحترم واي حد محترم بيسافر قبل البعثه بثلاث اربع ايام او بيومين ثلاثه علشان يجهز لاستقبال البعثه. لو انا غلطان في حاجه فهموني. لو انا غلطان في حاجه فهموني. خاصة اصل انا راجل ما سافرتش قبل كده بدل السفريه 60 مره في العالم كله.
وافريقيا دي لفيناها، واوروبا لفيناها، واسيا وجنوب امريكا، كله ما سبناش الحمد لله رب العالمين، منتخبات وانديه وكله من فضل الله سبحانه وتعالى. فاللي انا افهمه وانا اعرفه ان لما في حد النهارده بيطلع قبل البعثه بتاعتي علشان يظبط لي الدنيا هناك، تمام، فهو رايح هناك علشان يطمن على عدد من الحاجات، عايز يطمن على الفندق يشوفه، عايز يطمن على مستوى الاوض يشوفه، عاوز يطمن على الملعب يشوفه، عاوز يطمن على الاتوبيس يشوفه، عاوز يطمن على الاجراءات التامين يشوفها، عاوز يتواصل مع السفاره، عاوز يتواصل مع النادي، عاوز يتواصل مع اداره الفندق، عاوز يتواصل مع المطبخ، عاوز يتواصل مع كل ده. امال انا طالع ليه اجهز قبل الفرقه ما تطلع ب 48 ساعه؟ تمام؟ ماشي، ادي واحد، اتنين. فلما انا طالع قبلها ب 48 ساعه وبعد كده الفرقه تروح وبعد كده اروح مغير الفندق، امال انا طالع اعمل ايه؟ امال انا طالع اعمل ايه؟ ماشي؟ ده السؤال الاولاني، حد يبقى يرد عليا. السؤال التاني، هو انت النهارده مش طالع بسلفه؟ ومش طالع باجراءات ماليه؟ الاجراءات الماليه ديت على اسم فندق، مش كده؟ طب لما بغير الفندق الاجراءات الماليه بتاعتي بتاعت الصرف والفواتير بتتبدل على اسم الفندق الجديد، ولا بتفضل على نفس الفندق اللي انا عامل عليه الفواتير؟ ها ها، قولوا عصام، عبد الحميد، ريان، رامي، كل الناس اللي معايا بقى، في دلوقتي داخلين في 2000 واحد معايا ولا 1700 واحد معايا، فكروا كده شويه. لما انا طالع اجهز الدنيا، امال لما بطلع الدنيا بتتغير ليه؟ ادي واحد، اتنين، انا طالع بفواتير، مفروض طالع على فواتير مثلا فندق سين بسعر اوضه مش عارف اكل ابشر بلي 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 بلي، اسئله كلها. يعني احنا لا نشكك في ذمه حد، احنا ما بنشككش في ذمه حد خالص تماما، انما احنا بنسال اسئله عاوزين اجابات بس خالص. انما الناس كلها اياديها بيضاء ونزيهه وشفافه وزي القشطه ملبن، ففهمونا عشان ساعات كده ما بنبقاش فاهم، يطلع يقول لا والله احنا بنطلع بنعمل فواتير بكذا، ولما بنغير الفندق بنغير برضه الايه الفواتير، الفندق ده بيبقى بكذا مثلا في الليله والتاني ده بيبقى كذا، فالفرق ده يعني فهمونا، لان الموضوع اتكرر وبقى كتير ومش منطقي. امال انت طالع بدري ليه؟ يومين ثلاثه، يومين ثلاثه. وصلت الرساله يا جماعه الخير ولا ما وصلتش؟ اتمنى اتمنى ان تكون الرساله ايه وصلت. مفاجاه مفاجاه.